أنه كان يقطع قراءته، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام في غالب أو سائر هديه لا يصل الآي بعضها ببعض، بل كان يقطعها. المسألة الأولى، لما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقطعة ولم يكن يصل الآي؟ السر في ذلك والله تعالى أعلم أن تقطيع القراءة فيه مزيد بيان لتدبر المعاني، يعني يعطيك مجال لتتدبر المعاني وتتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، بخلاف الآيات التي يسردها القارئ أو التالي سردا. فلو قرأت مثلا قول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هل وقعها على قلبك كما لو قرأتها أنا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟ أنت الآن استشعرت الآيات في المرة الأولى أم الثانية؟ الثانية صح؟ ولا الأولى؟ الثانية، لأن القارئة وقف على رؤوس الآية فتعطيك مجال لتدبر المعنى والتأمل. لما قال الله في هذه الآية كذا؟ لما لم تكن بهذه الصورة؟ فهذا أيضا مما يعين على تدبر القرآن.